القديم نزل اخواتكم بيه. ماشي الحريق ده يجب نظر البستان معزول على المنطقة شوية همتكم ولا شو الأخبار؟ ما القلاد هاد شتار زين صالح محتاجين جراحة وأدوية خيون تعبان وشمندري وضعه حرج الناصر رضا تتوقع كانوا حاسين بينا صالح قلت لك هذا إنسان بثوب شيطان ثوب شيطان صالح بثوب شيطان ما عليك بيه ليهدي هذا خسرنا 4 عناصر وشمندري وضعه حرج جدا الدعلج هذا مو سهل نفذنا اختراكم غير ما شكر رضا اللي صار صالح أكد قناعتنا باجتثاث هذا الوباء الدعلج كفته راجحة واني أجر إذن عدونا مو سهل صالح سلب الحليجية صارت أمس الوادي اللي لقوها مجطرة احنا اهلك خيل اهلك احنا صدقان خيل لا تخافين اتيم اهلك عوفي اخاف الحكي هذه هاي طاسة لبن هوش تريع وتصحى متشرب الله والديك خوي يعني يا بيت شو عدلي راسك هذا لبن شوية لبنات شربي شو تطيج القوة خيل شوي يلا بعد روح يلا بعد لا هاي ما تقوي عظمك بعد النوب لا تلحين عليها يا بيا حال وكمالها مصيوبه اي خوي اي عقاب ناس فدموا مسودة علي الشرطه هسه واجبه خلوها تحكي نسمع شو تقول عود اللحق على الشرطه هم صحيح خوي عقاب هم صحيح ما عود اخاف تطلع احنا من وراها طلايب واحنا مو حملها اقول نوديها للشرطه وهي والحكومه تنجاز خلنا نداريها ونخليها هنا وفاطمة تداريها يمنا ونسمع من عدها وتصحى وترد العقلها وبعديها انت متحامي وماخذك العزم من صوبها ليش هم حطيتي بيها انف طين هم حطيتي بيها الدعلج نفسه قزويني معايشة عسكري وياسنين طويلة اللي نزل للحديقة مو الدعلج انا شكيت
شكيت وقلت الدعلج ما يسويها بنفسه. إذن الرصاص اللي فاجأنا من الخلف منه؟ يجوز اللي نزل بالحديقة، لو أحد من ربعه، لو أحد في العليحة، لو شوف منه. المهم هسه هو خسر أكثر رجاله. الدعلج طير مقصقص. اسمعوني إخوان، ترى مو بصالحنا نواصل حربنا ضده بالعاصمة. المهم انطيناه درس قاسي حتى نلتفت لمشروعنا. يا جماعة بصراحة أنا ما دا أمن، حتى لو ما دا أقدر أنام لا يروح يطلع للدعلج. بصراحة ما دا أمن، ما دا أمن. لازم يروح بعضنا لدياله يهيئ الوضعية ويفكك المحطات. خلص لعاد نطلع أنا وفرهاد باكر. وأنتوا شو تسوون؟ تراقبوا الدحلج وتابعوا أثره خطوة بخطوة، وتجسونا وضعية الشرطة، وتلحقونا بعد يومين إلى أن نمهدلكم الأرضية. هذا سؤال ما يسأل الرابط نقيب خالد. أرجو أن تفهم قصدي سيدي، يعني طبيعة الشخصية وضعيتها ومكانة أخوته وعمه وطبيعة الجريمة اللي حسب اعتقادي ما تدخل ضمن يعني القتل المتعمد. أخذ الاعتراف بالقوة ودون مشروعية أو قتل احتمال قانون العقوبات يشوف غير رأيه. زين إذا رفض شلون؟ سوء حظه، بس أتمنى ما يحصل هذا الشيء. بعد ما أدز له خبر بيد الولد، بس شوف اسمعني زين ناجي، أريدك تبات جوا أنت وخزعل وتجيب لك حارس ثالث تنطيش قد ما يريد انطيه. زين وأني راح أقول الولد يسهلون الأمر. زين خبر أحد ما حول نجدل أي أحد، مرة أقول بالسوق، مرة أقول بالبيت، مرة أقول مريض ونايم بالبيت. لا تنطي نجدل أي كائن من يكون بالك. وإياك تقول صالح سافر للجنوب. ألو شوفه منو وصرفه. يعني محلات صالح من شناو. من حضرتك صديق شرايد ولا انت منو حتى يترك له خبر من يجي؟ حبيبي انت منو حتى نترك له خبر لمن يجي؟ استاذي يقول رضا. الو رضا قزويني. لك تبقى ديال الكلب زفر دعلج. قدركم المحتوم انت وذولا لو غوات لاندال السفلة اوصل لكم حتى لو بنات نعش. فتاح انت ما تكون شرايط من عندي. ما يزد موم يزد موم فتاح. لك لسوي دمكم مرقة واشرب لكم اياه. سفلة اندال ليش هو منو فتح بور الدم جراب؟ الو خيون ولا خيون؟ شوفوا لي اياه بتاع شوفوا لي اياه. اريد اربع حرات ولكلاشين كوف من عندي. ليش ما يتشنوا راح تحاربون؟ عافيه الحرب عالقه ورقعه جيلات راح يصير. لا مو موزين هذا فرد واحد مجرم يركض وراي انت ما تعرفه. عفوا دزه مشرب ماي حتى تفرد ماري. شوف لي اربع زلم يوميه الواحد 10,000 15,000 همايه تفاقه خاشين حروب. اريدهم حمايه لمحلاتي. اجر لك عصابه بمهيج على هاي الشغله ما اقدر عليها. انا وين دا احكي وهذا وين دا يحكي؟ الو هاي انت وين بالجريه؟ وين مو انا صاير نبديت خيون؟ صاير نبديت لك هذا حي يرزق رصاص طلع فاشوشي. شوف لي قزويني فرهاد خلي يدزونا دول البسيج طرقع طلق دروع. شوف ناجي انت يعني الزم اعصابك خلي نتفاهم حتى نقدر نتفاهم. انت تكون هادئ حتى نقدر نتفاهم. هو انا فاقد اعصابي لو انت يا ابو مهدي ما تقول لي شو القضيه يا ابو مهدي. هيك فتاح الباشط مرعب ويخوف. انت تعرفه؟ هو بعد كل اللي صار يمكن مسير هاي تخينه وبحسبه بصراحه ما يشيل ظهر. يشيل ظهر عمك؟ اذا ظهر قادر ظهر ناجي في اسمه عود شعير. هاي بيقول حرب خفية بين دولتين وأنا مو قاعد. لا أنت راتبك 10,000 من اليوم راح يكون راتبك 15,000. زين والله صعبة بصراحة صعبة. 25 واثبت بمكانك. أنت عايف روحك؟ يعني هذا تهديد؟ مو أني هما
انت نسيت اللي صار بمحلات خيون يصير بمحلاتنا. صدقني لو نسيت مصير صبحي وفواز اصدقائك وخانة والنعمة مشوا خط مايل. اتقي الله بولادك ناجي، اتقي الله، ترى السيل عارم وما حد يوقف قباله، ترى تصير مثل ابن نوح لما نادى ابوه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ترى السيل عارم ناجي، افهمني زين. هذا تهديد، تهديد حي على الصراحة. معقوله النوبه انت نمله القاع اللي ما حد حاسب حسابها؟ تطلع لي انت فوق درد الله ضربني ب 100 جنيه تريد تخربط الغزل علي؟ ان كنت مسكت. لا اتصل بس ما دا احصل. قلت لك يوم الاعتماد على بابا مثل اللي ينتظر مزنه بالصيف، ولا كانما ابن اخوه. انا هيك عقليه اكاديميه متحجره ما شايفه ابد. يوم بابا مو عقليه اكاديميه متحجره، بس هو وجمال الدافعين عنه، ولك انا قلبي خلص وهو بارد مثل الثلج. هو يخاف يتدخل بطريقه من الطرق ويتانب. منو يانبه؟ وبعدين اتانب شنو يعني؟ المهم هو التأنيب له حياة قتيبة. لا أكيد حياة قتيبة، أبوك الجانب الاعتباري عنده أبده. مدى أفهم شلون عشت وياه 30 سنة. المصيبة هو تصرفه هذا اللي شادني بيه. شفتي؟ شاشوف على رهاوة أبوك رجلك يروح بقلاص مي، من يوقف هناك وياه بغداد؟ خوالي، ابن عمتي، جدي، يوم الدنيا كلها ويانا هناك. هسه الا ابويا دعوا فيه بحاله. هذا دكتور ايش قلت؟ زين ليش متودوا لك النفيس؟ دكتور هو ما عنده نوبه، مجرد الام. دزينا هناك بس طلعوه. دكتور اذا تشفيته خارج العياده 5000 نعطيك 50,000 كيلومترين شرط دقائق. ايش قلت؟ زين اريد مقدمه بس 15,000. زين انتو طلعوا قدامي وانا اجي بسيارتي وراكم. الحالة مستعجلة دكتور، فدوا اروح لك. مو مشكلة. مشكلة وعويصة وراسك مو مشكلة. شلون دكتور شو تريد نقول؟ نعم حالتنا حياة او موت، فدوا اروح لك. اخي تعرف انا راح اترك العيادة وانا عندي زبائن حاجزين محافظات، يعني دول خطية دفعول أجور فندق أكيد من غير كشبيه. الخمسة أضربها في 100 بس. تعال اسمع لي خابر، بنتي انتي هسه بالشهر الثامن ووضعك كلش زين، كل ما عليك تهتمين بأكلك وتتغذين كلش زين. دكتورة بس أنا خايفة. لا ماكو داعي للخوف، لأن وضعك مطمئن والطفل بحالة كلش جيدة، فلا تخافين. ألو نادرة، الله يسعدك. أهلا. هلا أهلا فراس، ها خير شكو؟ ها حالة طارئة؟ زين دكتور سمير بالمختبر، تريد اخابر لك دكتور مفيد وادزلك اياه؟ ها يعني لازم تروح؟ بس اني افضل ما تترك العياده. زين اذا حصل اي شيء خابرني، اني انتظر منك تليفون. زين عيني، مع السلامه. هذا الرجل ميت أكيد. أخي من ساعات القلب توقف والجسد بارد، إيش تتوقعوا؟ غيبوبة مثلا؟ الشمندري متعود على هيك غيبوبات، واجبة يقتضي. من الناحية الطبية الرجل مفارق الحياة. إذا دكتور فراس
اريد شهاده وفاه بعد الكشف على الجثه وتشريحها. هذه صار طلق نار بالعمود الفقري، يعني بيان بسهوله، اكو تحقيق ترتب عليها. شكرا دكتور، ما قصرت، بس ريدك ساكت مثل ما اجيت. اعتقد اني انخدعت بجيه، قلت مريض بالقلب. ظهرك هو جريمة الموضوع، ما اخذ فلوس. لعب انت عصابة؟ عفية الحبة، وشون عرفتها؟ والله ذكي. اياب احنا عصابة، بس حبابين خوش ولدانا، والله لا يسرد لك ويانا، وندعو من الله سبحانه وتعالى لا توصل بيننا وبينك للتشيلات وتفليش عيادتك. خلاص يعني اطلع وعدكم ما اقول اي شيء، واذا بدر مني اي شيء لكم حق علي. كلام معقول. تندلون بيت عيادته؟ بس دكتور فراس لازم تاخذ الفلوس. اخي ما اخذ فلوس، اقرار بالمشاركه وانا مضغوط عليه. نعتمد كلامك دكتور. كلام شرف، بس يعني اذا لزموني وخضعت للتحقيق وانا راح اتكلم. زين دكتور، راح تبقى ضيفنا، خاصة عندنا بعد مجاريح. بس أنا أعطيتكم كلام. أنت مو ثقة، تبقى هنا دكتور. أهلا بكم. أهلا بك سيدي. سيدي العفو، احنا آسفين، عندنا أمر إلقاء قبض على قتيبة واستخدام البغداد. قتيبة اجوي هسه، قاعدين ويا بابا بغرفة الخطة. اسمعني، اذا ما ناوي تسلم اسوي لك متاع. لا وليد، لا ما اريد انهزم. لا تتقاومهم. واجي 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 داي. لا يا اخو راسي راح ينفجر. وبيض ابوك راح يسوي ما ينعرف موقفه. اسمعني عيني، إذا تصور نفسك تقدر تلقى حل وعندك وقت اتصرف من هسه. عادي رانجن رانجن يا ناس، شلون شلون صارت؟ شلون صارت هاي كلها هيك هيك بسرعة بسرعة؟ طيب عيني، أبويا ما يريدك تعقد، يقول لازم يسلم نفسه. خايف عليه، خايف على هيبته غير. أنا نسيت، أنا هيك صرت وباء طاعون، بس يريدون يخلصون مني. أقدر أروح الحمام؟ استريح يا دكتور. اشكرك. انت ذولا لا شافتهم ولا تعرفيهم، مو تمام؟ تمام، بالتليفون بس، وطلع عنوان قريب. وين قالوا؟ بالكرادة الشرقية، بوليس هان.
يعني ليش هناك ماكو عيادات مال اطباء؟ معقوله يعني اللي عنده حاله مستعجله يعوف الاطباء اللي بالكراده يجي لعيادتكم اللي باب الشرجي؟ هذا عنوان وهمي دكتوره. اني ما لي علاقه، اني اريد زوجي وبس، زوجي طبيب شغله يعالج المرضى، ما له علاقه لا بالعصابات ولا بمشاكلهم. يا خي مثل ما شافت عينك صحيت وفضلكم جريت نفس. اريد من الله ومنكم تقبلوني هاليومين الثلاثة لنا نبرة واشيل حملي عنكم. بعيننا خي بس خي عبد نجدك بالتمنين يا بعدي من هالوادم جرجرني الوقت ليكم زين الطق اللي صار والنار اللي شبت والزلمة اللي لقيناه مشتول بالبستان. خي ما تقولي لي رابطك بيهم شنو؟ أنا بتخت الحارس. إيه هذا المات. إيه جيت من الشعلة خطار وأمي مريضة وصلنا بالليل. الزلمة مريض هو ما قدر يطلع ويانا بالليل، قال الصبح الصبح لما يجي صاحب البستان يسلمه حلاله ويطلع ويانا. شو قبل الفجر ونسمع لك الرمي طلعنا ولنا حرامية بيناتهم مراشق يا دادة جابوها إليج من المقبرة الحد هنا. اي طلعنا نشوف القضية والرصاص هل علينا مثل المطر. اي هالشوية بهذا عمت عيني راح بيها. انا حظ لغا خلاني عايشة. يا خي ليش؟ الحمد لله خي الحمد لله بعدك عايشة وتشتمين الهواء. لا يا خي عيشت القشرة هاي. اي والله عيشت القشرة لو رايحة انا ولا هالشوية بهذا. لو تدرين يا دادة هالشوية بهذا تشم بطن يطعم وتشم بنت يستر. بس ربك ربك علم والحكام. هسا خي خي احنا بحالك هسا هذا جرحك يراد لكم علاج. لا يا دادة الرصاص عبرت رمانة الشتف. اي وللم خف وجاب لي الله يسلمه كبسول من هذا ابو الخمسمية. اي انا كنت اخذ منه ببغداد. هو شو اسمه الله يسلمه؟ راضي. اسمي راضي. الله يرضى عليك يا راضي. شفتي وتقول ضوجت البيت هالقد ما تلح عليه. لا والله عاد هو واخوي ينحطون فوق الراس. اسلم راسك خيي وانتي ماخذه. لا ما ماخذه ولك ما ماخذه. خي ويلك شلون؟ ابوي يشتغل بالسكك. اي وعد اخت متزوجه بالمسيد واخو اصغر. اي هذا عد عربانه ويوزع غاز للبيوت. والنعم والنعم منك ومن اخوك. الله يخليك. والنعم. اي والله والنعم منك ومن اخوك. اي والله والنعم منك ومن اخوك. شفتيها للبيت؟ شفتها اخوي الزواقه اللي حاطتها والذهب اللي نزعته. اخوي مو مال وحده ابوها يشتغل بالسكك واخوها يبيع غاز. لا تخش بعقلك يا قوه. انت شو تشوفين يا اخوي؟ وراها سر يا اخوي. انا اقول تروح يم القهوه يم المركز تجسنا باب. اخوي اخوي اخاف هاي البت وراها مشاكل وبلاوي واحنا ناس مستورين ما نريد لذيه. انا كلمه واحده ما اصدق يا اخوي كانها راقصه. انت شفتيها ايش لابسه حدر ثوبها؟ يا يمه شفت شفت حدر ثوبها يا راضي شا غير من لقيناها مطروحه وهي تكشفت. وانا ندار راسي يا اخوي وندارت روسنا كلها يا اخوي. شو موزين اخوي ان كان من وراها اذيه اول ما توقف على حيلها امشيها.
وروح أبلغ عليه. لا لا لا، التبليغ لا يا أخوي، يجيب لنا شبهة يا أخوي. ما شوف القضية سلمان باك؟ أي بالضبط، المستشفيات والمستشفيات الخاصة بوجه خاص. أي تتأكدوا لي من الجرحى، من الطوارئ، بالكرخ والرصافة، كل الزين. يلا هذا الدزل العام بسرعة. سيدي احنا نشكركم على حسن الضيافة والكرم، بقى تقدرون جيتنا وهذا الشيء نأمله من عندكم. يا اهلا وسهلا بكم. طيب ممكن اجيبه واجي اسلم بيديكم؟ سيدي ممكن تجي وياه، بس نرجع من دونه ما ممكن للأسف. يعني ما دار كلمتي ما تكفي؟ سيدي كلمتك على العين وعلى الراس، بس تعرف القضية حرجة، يعني بيها قتل، ولو ما القضية بهالشكل كان تركنا لكم حرية التصرف والتسليم. إذا رائد رعد أنت ما تعرف وضعه. سيدي أنا أعرف وضعه كل الزين، ونقدر كل شيء. أعرف هالرجل قاتل بحربين ونال أوسمة وأنواط وعنده خدمات كبيرة للوطن، بس الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. يعني الحسنات ممكن تمسح السيئات، لكن السيئات تمسح الحسنات؟ لا، السيئة تبقى سيئة، وهذا اللي حصل. يعني اللي صار سواء كان مجبر عليه أو خارج إرادته أو تسرع، بالنتيجة واجب عليه يتحمل وزره. طيب هل تسمحوا لي أروح أجيبه وأجي؟ العفو، ممكن أعرف شنو شغل هذا القزم اللي مات؟ هذا القزم حارس وخادم معمل مالحدي. معمل من؟ مو مهم يكون معمل من، المهم هذا الشخص أو هذا الإنسان تعرض لاعتداء حتى الموت. صحيح هو المعمل مال الدعلج، والدعلج مطلوب إنه، بس الابن ما يأخذ بجريرة أبوه، ولا كان انتهى المجتمع. يصير رجل مثل قتيبة معروفة خدماته للوطن يتوازى مستقبله وحياته بربع كائن؟ هذا إذا افترضنا أنه هو القاتل دون عمد. هذا الربع كائن وفق القانون العراقي إنسان، إلى نفس حقوق قتيبة ونفس حقوقك أنت ونفس حقوقي أني، ماكو امتيازات بالقانون. يوم هذه مو شغلة قزم، هذه شغلة مرتبة حتى ينهو القتيبة. منو ينهيه؟ أشو هو الكل بالكلية، ناس صغار منه ومن وظيفته، ثقة المسؤولين بيه. إيه هذا حكي نسوان فطيرات. قتيبة قتيبة. ها سيدي وين؟ أنا بدك تجانا بس ما أدري وين صار. سيدي خذ راحتك، إحنا نقوم بواجبنا. يعني شنو ضربوا بنار؟ مستحيل إذا ما بدكوا. يلا خميس وخذ زاوية جزء ساعة بسرعة بسرعة. يمكن هستوى عابر منا. يلا ارجعوا ارجعوا منين ما جيتوا، اتكفوا الشر. هذا اكيد انت،
وضعيته موسى. أرجوك سيدي حاول تفهمنا. سيدي أنت أرلي عوفة خالد عوفة، هذا جندي محترف عوفة. بس هذا وضع مو طبيعي سيدي. منو قال طبيعي؟ أرجوك سيدي أرجوك، هذا اللي تسويه عقد الموقف ضدك. أنت إنسان قائد مو إنسان عادي. لا عادي وأقل من عادي حتى لما تساووني ويا المجرمين. برهن على إجرامه وبرهن براءتك وكل الفرص قدامك. طبكم ارجعوا ارجعوا، أنا انتهيت رعد فماكو داعي تنتهون وياي. إذا تعتقد بنهايتنا تنحل مشكلتك فإحنا قدامك، شو تريد تسوي سوي. يلا خالد أخي، هذا نزف شديد يحتاج دم. نمطي دم زين يعني، والسحب شلون؟ أخي سجل أدواتك وإحنا نجيب لك. أخي فصيت الدم وبعدين هذه شغلة تحتاج. ما تحتاج كل شيء فراس، لا تعقد مهمتنا. ترى إذا أزعجتنا هواية لغة الكلام راح تنتهي بيناتنا. هذا القلم والورقة وسجل احتياجاتك. يلا خذني. ألو أهلا أهلا دكتور سمير، ها عيني خير. بشر ها ساعة ساعتين صار لك كلش هواية، ماكو هيك احتمال يعني يحول المريض للمستشفى ويروح يرافقه، خاصة أني وصيته ما يعوف العيادة. خبر الشرطة زين، شو أقول لهم؟ هذا طبيب وإلى سمعته، والله ما أدري شو أقول لهم. ما يخالف ما يخالف ما يخالف، راح أنتظر بعد في الساعة لخ. ما يخالف أشكرك عيني. فرهاد ريحة ترياك طفي هسه. ما أقدر قزويني أعصابي تعودت، شمندري مو بوعي وأني لازم أصرف حالتي. على سرير نومك مهنا افتهمت؟ بعدين شمندري إذا بيه عمل يعيش احنا لازم نشوف صالح وخيول راحوا على الطبيب. بعدين شمندري أو بدونه احنا لازم نحل وضعيتنا هنا. مضى على الموعد 3 أيام والجماعة هناك دا تنتظر. نزلهم خبر تطلع قبل الفجر بساعة. أنا ما أقدر، أنا مشكوك فيه، أخاف يشكون بالهويات. أنت تعرف هسه أكون مفارز على الفرارية. تأخذ الطريق العسكري القديم. وأنت انتظر الإشارة وجهز الرجال، الفنيين لازم يعبرون. حرمت الجيب ابو عبيه، خدمت بسريه نقليه بالخلفيات، بس كنت اشوف. ابكي ابكي معود ابكي. يوسف وشنشول معدن طيب، ابكي. اخطائهم صغيره بس وسعتها الظروف. من يقول يمكن اني ستار عباس اي انت وياهم دخلتوا بالنفق من زمان. بس علي ما دا اصدق شنشول ويوسف راحوا. بلعتهم ذيك الخسفه الحقيره للابد. اني هم حزين مثلك ياب، لسه لازم ناكل ونعيش نحارب. ليش وقت باش؟ ليش وقت؟ نهايتنا إلا إذا نزلت معجزة من السماء، وهي من سابع المستحيلات. معهود أنت تعرف زمن المعجزات ولا راح انتهى من زمان.
ماكو شيء مثير. المي، العطش ما تكفي كل ينابيع العالم، بس المؤمن الصالح القمعة بذكر الله، الطعام تعب معدتنا يا صديقي، الهواء أرخص شيء بالوجود، لا معنى ولا قيمة. شوف رخيص بس يوم اللي تفتقده دقيقتين ثلاثة تنتهي تموت. تشوف المفارقة بالحياة يا حبيبي يا صديقي، تشوف المفارقة أغلى شيء عند الإنسان، أرخص شيء بالوجود. ماكو شيء جديد، الشمس تظل تطلع اليوم وباكر تطلع بعد مليون سنة، ويروح صيف ويجي صيف، يجي شتاء وتروح شتاوي، حقد الناس يبقى ذاك وغرائزهم الحقيرة تبقى من يوم ما اختلقت ذيك، هي ما تصير شكل ثاني. اي احنا موتى من زمان، حياتنا بلا معنى من يوم اللي خلقنا. الله، الموت بهجة رائعة عظيمة. شلونك بنتي عفا؟ الله يسلمك خالة ويخليك الهاي الحلوة اللي قلقتنا 24 ساعة. شكرا هذا. والله يا بنتي نصيبها ولا ايش عايزها؟ جمال وفهم وعلم وثقافة. ما ادري عبالك عمل عامليها. والله موتوني الناس من العيون اللي وراها. شو اسوي يا بنتي؟ شو اسويها؟ الحمد لله على سلامة خالة، الله لا يطيهم اللي سووها، لا يطيهم إن شاء الله، وإن شاء الله يتلقوها. أوه بنتي ربك يمهل ولا يهمل. ترية ما قلتي لي شو صار الجرح بعد ما التهب؟ ده أغير ضمادات، أكون مريضة تجي يومية تبدلي على الجرح. شهر شهرين ودخلي مستشفى وسوي عملية تجميل، ولو هو المكان مو مهم بس. بس يا شافة ما انتهيت ولا يهمك. أقول شو أخبار قتيبة؟ قلبي صفحة. ليش؟ دا أقول لك قلبي صفحة. شو حبسه؟ هسا أنت خبصتي نبي، هذا واقع ببرطة وبس الله يخلصها منه. غير أفهم، ماكو داعي تفتهمين، ماكو داعي تريه. هسا احنا علينا بالحاضر. حاضر هذا يا حاضر لكل شدة. يا طبعا حاضر ومستقبل وكل شيء يخطر على بالك وتحلمين بيه بنومة الظهر. الله يخزيك عفوا. شو احلم بنومة الظهر؟ ترية لقيت لك واحد وعيونك شلون واحد، ما تلقيه ما تلقي بلي يا نصيب. ما يزي عاد عفاف يزي. هاي شنو ترية؟ هاي شنو منك؟ ايه شحنا شو كنت بدينا حتى يزي؟ ووضعي يدري يدري كل الزين ببضعك، هو مستعد يبقي حاله وماله على مولك. ايش بها قتيبة؟ هذا قتيبة شاب، والشاب يكون ملعب ويكون متقلب. جبت لك واحد ختيار يعني بالستين. احلى عمر 63. وش يشتغل؟ ملاك عقارات. عقارات ايش؟ عقارات ايش ثرية؟ اصلا هذا عنده 200 دونم وزارعة حمطة وشعير وتمت، وانت تعرفين بهاليوم بيش الطن وش قد يجيب له بالسنة. ها هي؟ ها ما قلت لك، وعنده عمارتين وعنده ها عنده 10 لوريات وعنده 4 بيوت. سودة علي متزوج له وحدة خاشة بالعمرين، هو هم يريد يطلع للدنيا يشوف وجه الدنيا. اوف ناس اخر وقت يكرفون بهالملايين ويردون يتلفسوها. خلي عد يمناج. ها شقدتي؟ احتاج جماعتك بنقاط المحامي، ان شاء الله ما اقصر. كل الدلائل سويتوها ضدي. رائد رائد للأسف كل الدلائل ضدك، مرات النشاط فوق وانت تدخل المعنى ما
ضابط الفتاة وشافوك وانت تطلع من المعمل قبل دقائق. لكن هذا ما يكفي. لو تشوف شهادات الشهود تقراها اعتقد هذا يكفي. بس الشهود رائد ما شافوني واني امارس القتل. يا ابو سيدي ترى انا مو محكم ولا قاضي. انا مكلف باعطائك، يعني انفذ التعليمات وبس. اي الظاهر الظروف كلها مرتبة ضدي للأسف. أنت سبب ما يقول بشوف مهزلة رائد رعد. المجرم العريق طليق وضابط، ضابط ابن الواجب مثلي ملاحق. المجرم العريق ما ثبت شيء ضده، ماكو جريمة قتل. بعدين احنا اللاحقة السبب آخر، قضية عمرها أكثر من 7 سنوات. لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله، أكو فرص هواي، بعدين أكو محاكم استئناف. لا يا فلان أنا أشوف انتهيت، كافي من هذا الكلام. يوم هي كلها إفادة مفرزة شرطة حسب كلام قتيبة. زين يعني شو يصير لو هذه المفرزة غيرت إفادتها؟ مدى أفهم يعني هم الشرطة أساساً يراقبون مكان العصابة. زين فشافوا قتيبة وهو يدخل للمعمل، ومن طلع لقوا القزم مقتول. ها فذولا راحوا للمركز نطوا إفادة بأنه قتيبة هو القاتل. ذولا اللي نحاول نقنعهم يغيرون إفادتهم. مو هذه صدقت بنتي الإفادة غير تروح للقاضي، غير يجروهم للمحكمة قدام القاضي يحلفون. هم شافوا رجلك؟ هم ما شافوا يوم، ما شافوا. بعدين المعمل أكو أبواب خلفية حسب كلام قتيبة، يعني وقت الحادث يحتمل في الشخص دخل من الأبواب الخلفية. لو كان أصلا موجود جوا وهو اللي قتل القزمة، لكن قتيبة هو اللي صار الضحية. ليش؟ لأن هو اللي ظهر قدام العين. نستعجل بتبديل السنوية مال السيارة والرقم. إذا أكوني نروح خارج الحدود. شغلة الحدود لا مفر منها كوسج. ليش من داهمهم هنا إذا نقدر نوصلهم؟ الرجال إلى حساباته وهو أعرف. يعني للسلاح الحمولة مثلا؟ كمية التمن تسوى 10 ملايين حسابات هاي الأيام. هاي إذا عفنا شغلة الشاحنات لأهلها. قمنا نعيش على الطائرات هتر. دعلجنا صعوق يا كوسج، صار لك 15 سنة تشتغلوا يا عرفت منه شيء؟ قصدي احنا ما نريد مجاري الدم الطول وتعرف وبعدين تصير صراعات واحنا قلة يا اخوي. صح. يلا يلا بسرعة. مو قلت لك راح نعوفك دكتور فراس؟ انا مستعد احلف عليك كتاب الله ما اجيب طريقكم. ضحكتني يحلف. وشنو الضمان يا ابا؟ اشو قلت ارجع اروح للحمام سويتها مصيبة. زين اوقع تعهد. قلت لك يومين مو اكثر ونعوفك، واذا تحكي بعد الحمام بعد ما اشوفك. فهمت؟ الو ايه جاي في ربع ساعه. ايه قضيه هذا الدكتور ذبحني، يقول ساد العياده وتفوت يوميا 40-50 ألف دينار. مع السلامة. زوجتي مساعد العيادة من خوف الرعب. هاي خطية من خوف الرعب. هي خابرتها؟ لا يعني أنا أعرفها. واللي هي عنوان عيادتها وين؟ ليش عزيزي؟ يعني زوجتي عندها جهاز سونار يشوف بيه حوامل. يعني إذا عندك
كبد، قولون، ذات الرئة. إيه لا ان شاء الله راجعها قريبا. تدري انت وزوجتك اثنينكم كلابشيه؟ قل لي بالمناسبه ولدك شو يشتغلون؟ بالخارج يدرسون. عافيه. إيه ما شاء الله هزمتهم من العسكريه بحجه يدرسون. اقعد واسكت وبعد لا تفك حلقه التامت. لا اجيبها زوجتك هي وجهاز هنا. خي بشري شلون اللبن؟ عاشتيدك لذيب يا سبع عافيات. هني ومري الله يخليش دادة. خي ردت نجدك بس يلا مو لازم اخاف تنسد نفسك. خي دادة تنسد نفسي ليش؟ هو اللي يقعد ويا فاطمة تنسد نفسه لو يفرح وينشرح. بعد روحي الله يخليك. خلقي في دول عمرك. خي ما قلتي لي اهلك وين؟ حبيبة فطم انا عزكم معزة نظر عيني ايه وحق هاللبن هذا، بس انا خاف احكي يصير ما يصير، وانت تعرفين انا طالعة من شدة، فاقول يعني خلونا رد الهلي بعد ما اتعافى، وبعدين تصير ببيناتنا مراسيل وناس تجي يم ناس وتليفونات. كيفك؟ خي همك حق. هو احد سأل علي؟ ايه راضي وجوارين. خي ما ندري نسكت ما نخلص، واذا نسكت الصفنة تكتن ما ادري شنسوي. لا السكتة اولى. اي وان شاء الله.